كمان طبعا الخبر الخاص بمؤتمر وزير الكهرباء بالأمس، أعلن أمس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المؤتمر الصحفي عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، وده وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا. وتفاصيل أكتر عن أهم التصريحات وما جاء بالمؤتمر الصحفي، احنا معانا عبر الهاتف دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. وانت بصحة وسلامة، وتحياتي لحضرتك وتحيات المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك معنا. خلينا نبدأ مع بعض يا دكتور عن بداية نسب الزيادة الجديدة على الاستهلاك المنزلي اللي أعلنها وزير الكهرباء بالأمس في المؤتمر الصحفي. هو طبعا هي بالنسبة للاستهلاك المنزلي النسبة المتوسط الزيادة تقريبا حوالي 19% و 19.1%. برضو انما في بعض الاستخدامات بصفة عامة على كل الجهود تقريبا او المستهلكين، في اسعار لم تتحرك، في اسعار تم اعاده هيكلتها مره اخرى، في اسعار او شرائح ثانيه او استهلاكات ثانيه انخفضت الاسعار بتاعتها زي الصناعات. طبعا يعني هي كلها يعني حتى التوجيهات لسياده الرئيس، لان طبعا نظرا للظروف اللي بنمر بيها والعالم كله بيمر بيها والاقتصاديات الدول كلها بتمر بيها، فكان هناك نوع من التوازن ما بين ان احنا مش عايزين ان احنا نفقد ما وصلنا اليه من تنميه والخطوات والخطط اللي هي لتطوير الكهرباء، وكمان في نفس الوقت ان الكهرباء مرتبطة بكل المشروعات التنموية والاستثمارية. كان من هنا كان توجيهات سيادة الرئيس بدل ما يتم رفع الدعم في خلال السنتين المتبقين فقط، وبالتالي كانت النسبة هتبقى زيادة وكبيرة، يضاف اليها 3 سنوات اخرى، وبالتالي يبقى عدد السنوات اللي هيتم خلالها رفع الدعم يبقى على 5 سنوات، وبالتالي يبقى في تخفيف شويه من الاعباء في على المواطنين، وطبعا بمراعاه طبعا قليل يعني يا دكتور نقدر نقول ان الزياده دي يعني تم تقسيمها الى شرايح. مظبوط. حتى يعني معالي الوزير بالامس كان وضح الى ان وضح حتى توقعه او شكل الزيادات في على مدار ال5 سنوات، كل سنه يعني الاسعار هتبقى كام، في زي ما قلنا بقى في ثابته في اتحركت، دي على مدار ال5 سنوات بدايه من 1/7/2020 الى 1/7/2024. طيب خليني أسأل حضرتك التساؤلات اللي بتدور في ذهن المواطن العادي، يعني لو استهلاك المواطن العادي وصل لحد معين أو يعني تعالى عن النسبة، هل بيرفع عنه الدعم المقدم من الدولة وبيتحمل المواطن التكلفة الفعلية؟ تمام. هو طبعا كان في التعريفة اللي احنا ما زلنا بنطبقها لغاية 1/7 كان اللي بيترفع عنه الدعم هو الأكثر من 1000 كيلو. والأكثر من 1000 كيلو بيرجع يتم حساب الكيلو وات بتاعه من بداية من 145 قرش، وده ما تغيرتش وزي ما هي كان في التعريفة الجديدة. أيضا الجديد إن يتعدى 650 كيلو أيضا هيطلع من الدعم، بس في الحالة ديت يعني هيعاد حساب الاستهلاك بتاعه من أول كيلو استهلكه على 118 قرش فقط. ال 118 قرش دولت هم دولت مقابل التكلفه الحقيقيه بتاعته، يعني لا هيبقى زياده عن التكلفه ولا اقل من التكلفه، انما هو طالع بره الدعم، بخلاف اللي هو اكتر من 1000 بيدفع 145، وبالتالي ده زياده عن التكلفه بتاعته، وبحيث ان هو الزياده دي توجه لدعم او زي نوع من الدعم التبادلي لدعم الفئات الاقل استهلاك. طيب نروح مع حضرتك لقطاع مهم جدا وهو القطاع التجاري، هل هناك زيادة على القطاع التجاري وهل أو ده على حسب الشرائح بتاعته؟ لا، هو القطاع التجاري ثابت، ده من القطاعات اللي هي ثبتت ما عدا شريحة واحدة فقط اللي هي من اللي أكثر من 100 كيلو اللي هو من 0 ل 250 ديت اللي اتحركت
الى 120 قرش، هي دي الوحيده اللي اتحركت. وبعد كده حتى بيبقى فيها نوع من الثبات اللي هي يبقى كله ثابت برضو نظرا لاهميه القطاع دوت، وان هو بيمثل نوع من الاستثمار بالنسبه للناس يعني. طيب وبالنسبه للقطاع الصناعي دكتور، هل في زياده على القطاع الصناعي؟ خلينا دي نقطه مهمه جدا. طبعا الصناعه هي قاطره الاقتصاد بصفه عامه، وهي ديت اللي بتولد فرص عمل، وهي ديت اللي بتبقى ليها بتبقى يعني من ضمن الموارد الاساسيه للاقتصاد. صحيح. ومن هنا كان دعم الصناعه ان من خلال ان سعر الكهرباء يقل عن السعر اللي كان تم الاعلان عنه السنه اللي فاتت ب 10 قروش. حضرتك عارفه ال 10 قروش بس اللي هي اللي تم تخفيضها دي، طبعا الموازنه العامه بتتحملها، ولكن خفض ال 10 قروش ديت بتساوي تقريبا على مدار الخمس سنوات 22 مليار جنيه تحملهم الدوله. ده بخلاف طبعا يعني لو اتكلمنا طالما يعني تطرقنا للجزئيه ديت، برضو الدوله بتتحمل حتى اللي هو الجزء اللي هو ان اتحركنا خلال بدل ما هو سنتين رفع الدعم الى خمس سنوات، برضو بتتحمل حوالي 26 مليار و700 مليون جنيه. ايضا يمكن برضو شيء مهم جدا، ويمكن يعني عشان الناس برضو تعرف ان هو لو اتحرك سعر الغاز الطبيعي زي ما هو كان متوقع من 3 دولار الى 3.25 دولار على الكهرباء، كان ده هيرفع برضو الاسعار، ولكن كانت توجيهات سياده الرئيس ان نثبت سعر الغاز الطبيعي اللي بتستهلكه الكهرباء اللي احنا بنشتريه من البترول ب 3 دولار فقط على مدار خمس سنوات. ده برضو وتتحمله الموازنه، ده بيساوي تقريبا حوالي يعني 29 مليار و900 مليون جنيه، يعني حوالي 30 مليار جنيه. اجمالي الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت بتتحملها الموازنه او الدوله على مدار الخمس سنوات ما يقرب من حوالي 79 مليار جنيه، تقريبا هو بالظبط 78 مليار و600 مليون جنيه. طبعا مبلغ ضخم جدا جدا. الصناعه واخده جزء مهم جدا من الاهتمام، مش بس تخفيض سعر الكهرباء 10 قروش، لا ده كمان تثبيت السعر دوت لمده خمس سنوات بدون تحريك. في ايضا برضه تثبيت للاسعار، يعني ما اتغيرتش، يعني زياده عن الاسعار اللي تم الاعلان عنها السنه اللي فاتت. القطاعات كلها اللي في الاستهلاكات بتاعت الجهد الفائق والعالي والمتوسط، يعني في جزء من الري اللي بيستخدم الجهد المتوسط برضو ايضا السعر لم يتغير عليه. وبالتالي يعني هو في جزء كبير تم تثبيته، وفي جزء زي ما احنا اشرنا تم تحديده. طب امتى يا دكتور هيتم تطبيق الاسعار الجديده؟ من استهلاك شهر 1/7 ان شاء الله. من 1/7 بتظهر بتظهر في فاتوره اغسطس. وبرضو يمكن حاجه المهمه جدا والمكمله للموضوع ده فيما يخص الاستهلاكات، هو احنا برضو استحدثنا برنامج القراءة الموحد لضبط عملية الحساب بتاعة الاستهلاكات والفواتير علشان يبقى فيها عدالة وفيها صدق في يعني دقة حساب الاستهلاك. وبرنامج القراءة الموحد يعني من خلال ان هو بيأكد على ان مفيش قرايه هيتم الاعتماد عليها الا لما تكون موثقه بصوره للعداد، بحيث ان هو وتبقى مخزنه كمان لمده 3 شهور، ممكن يرجع عليها المشترك لما بيكون في شك او يشك في الفاتوره بتاعته، من حقه ان هو يتقدم بالشكوى ويتم بحثها، ولو ليه حق طبعا بيرجع. احنا بس يا دكتور عايزين نطمن المواطن ان دي مجرد يعني خطة ترشيد دعم الكهرباء والطاقة، انه ده مهم جدا ومفيد لينا، يعني زي ما حضرتك ذكرت ان هي الدولة بتتحمل اعباء كتيرة جدا مليارات. هو طبعا بص يا فندم، يعني احنا بصفة عامة كمواطنين ما عندناش استعداد ان احنا نرجع تاني او نتوقف عن ما وصلنا له في الكهرباء. حاليا يمكن الحمد لله الانتاج عندنا بقى مطمئن،
وديت ما جاتش من فراغ، ده دي جت من استثمارات تم ضخها ومجهود بذل ومتابعه من سياده الرئيس ودعم من الدوله علشان ما نرجعش تاني ل 2014 والنظام اللي احنا كنا موجودين فيه. كمان في نفس الوقت التطوير الشبكات، تطوير الشبكات ما زلنا شغالين فيه، اي نعم قطعنا شوط كويس جدا، بس برضو الشبكات ديت لو ما تمش تطويرها او ما استكملناش تطويرها بيحصل انقطاعات في الكهرباء، بيحصل يعني اعطال كتير، برغم يعني الحمد لله احنا حاليا دلوقتي بدات الاعطال تستقر الى حد كبير والانقطاعات بقت قليله جدا. صحيح. ولكن دي معناها مليارات. صحيح. الدوله بتتحملها. احنا عارفين جدا ان الظرف اللي احنا موجودين فيه حاليا ظرف استثنائي، بس هو استثنائي على كل الاوجه بالنسبه للمواطن وبالنسبه للدوله، عشان كده الدوله يعني حاولت ان هي ما تحملش الاعباء كتير على المواطن. صحيح. علينا التحمل مع الدوله يعني. مظبوط. لان الدوله عليها يعني حاجات كتير جدا زي ما احنا قلنا، دعم الصناعه، دعم الفئات الاقل محدود الدخل، برامج زي ما برامج التضامن الاجتماعي، كل الحاجات دي كلها يعني، ومش احنا بس يعني كل العالم كله أكيد. عنده اكيد احنا بنمر بازمه ولازم كلنا نتكاتف. اكيد انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي لوزاره الكهرباء والطاقه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.